تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وأسعد الله الزوال والأوقات وعطرها بما تستحقون من تنويه وتكريم. من فضلكم لا تنسوا التكبيس مع بداية هذا المباشر الذي سنطرح فيه السؤال كالعادة: بماذا هي الصحراء المغربية؟ قبل 75، لكن قبل ذلك سنستمع إلى النشيد الوطني الصحراوي، على الأقل يستفيد العياشة من هذه اللايفات بشكل أو بآخر. جعفر، مرحبا وسهلا. إذن استمعتم إلى النشيد الوطني الصحراوي، وطبعا لا رابط يربطه بمنبت الأشرار، النشيد الذي صنعه الأجانبة أو الأجانب للشعب الكوليخي. إذن نبدأ إن شاء الله على بركة الله. شكرا على تكبيساتكم، شكرا لأم شريفة، شكرا يونس، شكرا سمير تيزنيت، عبد الله مرحبا وسهلا، وطني الحر تحياتي لكم كاملين كاملين دون استثناء. اللي قال ان الصحراء مغربيه يطلع يعطينا باش يعطينا الحجج التاريخيه اللي عنده قبل 75، ومرحبا نحولوا له الصحراء الغربيه الى مغربيه. اذا طبعا هذا من سبع المستحيلات، لانه لا احد عنده الجواب بما في ذلك النظام السياسي، فبالاحرى ان يكون عند مواطن بسيط او انسان بسيط جدا. اذا احنا فاتحين لكم هذه المساحه
للحوار كما تعلمون تقريبا بشكل شبه يومي، نحن نستقبلكم، نستقبل مداخلاتكم، ونفتح لكم نافذة تقديم الأجوبة، ولكن لا حدود لها، مع الأسف لا أحد عنده الجواب. القدس الشريف ولا كل ما أتيحت الفرصة نفتحه. إذن لا، وكيف العادة دائما دائما عرفوا بأنفسكم. تفضل أخ نبيل. السلام عليكم خويا محمد. وعليكم الليلي. السلام ورحمة الله. وشرك خويا محمد الرادي. والله اللي بخير الحمد لله. ما شاء الله أنت لباس. والله غير الله لي. يرحم الوالدة اللي رباتك يا خويا محمد. من رمضان وأني حاب نطلع معك، قريب رمضان وما زال ما طلعت. آمين، جزاك الله خيرا. عرفنا من نفسك، جزاك الله خيرا. نبيل من الجزائر. مرحبا وسهلا أخ نبيل. مرحبا وسهلا. مرحبا، تفضل خويا. قريب الاستقلال ان شاء الله. انا ما عندي، ما نهضر الصحراء غربيه. انا وليدي الصغير يقراها في المدرسه، ماشي هم يقراوها هذوك في الجزائر، يقراو الحدود كاع هذوك. خويا محمد عاش من رباك، ربي يقدرك وربي يعاونك. الصحراء غربيه وما تكون جامي تكون مغربيه، ما عندكمش وجه واحد. ما نعطوها ما فرصه شوي، فرصه لربما يثبتوا لنا بانها مغربيه. والله ما يقدروش، امبوسيبل. حرام الله. ربي الله ربي ينصرك محمد خويا، وينصر الصحراويين. انا نبيل من الجزائر العاصمه، نموت عليك خويا محمد. الله يطول العائله تاعي عندهم يخسروا المغاربه. نسمعوك احنا في العائله وشنو ديفو الكلام هذاك اللي ما يليقش كجزائريين. ما خدموش والله يطرون. والله يحرجونا حتى الناس في الصحراء، في الصحراء الغربيه عندنا ناس يتابعوا اللايفات وكانوا يتابعون في العائلات، وهذو نحرجوا هذ كلها عنده لي زيكودور يسمع وحده. انا خويا الناس الكبار خويا محمد، انا وليدي من رمضان ويتبعك. وليدي صغير 10 سنوات قال الحكايه. ما شاء الله يبكي يسمعك، يبكي اخذ فهمت الروايه. ودوكم يقراوها في المدارس الجزائريه، احنا رانا نقراو يعني. ماشي وربي ينصرك واسمح لي. امين ان شاء الله. اسمعني انا حاب نطلع معك او قريب رمضان. هو ما هو ما كتبه مولانا، كل شيء ينتظر وقته. انسان منور انت، ربي يفتح عليك. نورتنا والله، غير نورتنا. بارك الله فيك والله. الله يرحم لي يماك، يرحم لك في والديك. على خير خويا. ان شاء الله. شكرا خويا نبيل، مرحبا وسهلا. والله لقينا ساعة الخير ان شاء الله. شكرا شكرا والله. اذا السؤال، بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75؟ نتمنى أحد يعود عنده الجواب. كالعادة طرحنا السؤال البارح، أول البارح، الشهر الفايت، الشهر اللي سابقه رمضان، يوميا نطرح السؤال ولكن لا أحد عنده الجواب. بماذا هي الصحراء المغربية؟ إذن أعطونا طبعا. تعالوا أحمد، تفضل تفضل، تعال نعتنا هذا الكذاب. الكذابين هما ملوك المغرب طبعا، ملوك المغرب اللي يكذبوا عليكم، الملوك المغرب اللي أصلا متأكدين بأن الصحراء الغربية ليست أبدا مغربية ويكذبوا عليكم. إذن بماذا هي الصحراء مغربية بالكذب؟ لا لا، خاصكم تجيبوا لنا الجواب وتجيبوا لنا الحجج والأدلة التاريخية اللي تأكد بهذا الطرح اللي يروج لكم نظام المخزن. إذن بماذا هي الصحراء المغربية؟ بلا شيء. البارح كما تعلمون ياسر من الناس تردوا على اللايف، ولكن لا أحد عنده الجواب، وهذا دليل على أنه نظام السياسي نفسه لا يملك الجواب، لأنه لو كان عنده الجواب لنشره للشعب المغربي، ولا الشعب المغربي استعمله وجاب شيء يدافع به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد. بخير الحمد لله. ما شاء الله بخير الحمد لله. ما شاء الله. الله يسلمك. طلعت نسلم عليك، ما شت حد يبان طالع وطلعت نسلم معك. والله مرحبا بك وسهلا. معك نافع من الصحراء مخيمات اللاجئين. بخيرت والله بخيرت. شحالكم؟ والله بخير. كيف حركتك؟ لباس مطر باس ما شاء الله. شحال علينا؟ الحمد لله ما علينا. دا نحمد الله على ما بلغ لك السلام الياسر والدعاء. مبالغ والله. ينصرك على العدو يا صاحب كلمة العياش الشعب الكلية. كلمة العياش هي عالمية.
لك العياشي والزريبة. والزريبة الزريبة. زريبة الله انت هو صعب هاي الكلمة. اول انسان سكن بيوته وقال جميع يقولها سبحان الله ذاك عياشي، حتى هم عاد يقولوا عنهم عياشي هذاك سماه ورسمه عياشي. افتخروا 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 بالعبودية. والله انا بعد الان اضحك بعد من نسمع يطلع واحد من هذا الشعب الكلوخي يدور يثبت عن الصحراء مغربية الى ما قال لك كلمتين ولا ثلاثة. ايش ايش المسيرة الخضراء والاسبانيا وعاش أصلحك. والبيعة وعاش سيدنا، واخر شيء كلمة عاش سيدنا تو. لا سيدهم يعيشوا بلا غاية يعيشوا، ما أصلا ما عايشين. والله يا الشعب كله يا اخي صعب والله. الله غالب ما يفقه، ما يفقه سبحان الله ما يفقه. كان يفقه جاء وبهم ساكل جهل جهل جهل، طاوش مضيعهم جهل هو مضيعهم جهل. راهي هو راهو شعب كامل ما عنده جامعات وما عنده مدارس كامل، وشباب واللي حل عينيه حل عينيه اللي على الهجره ما في حد يعرف يقرا. والله من تشوف له كومنتاريوس اللي عندهم اخطاء بدائيه تبي لا تبكي تقطع أصلح. قلبك، ما هو يعرف يكتب العربيه. أميرهم أمير مؤمنيهم، هذا ماله خطأ في آية قرآنية في خطابه والنامس. شكون ياك ما مويليك ما ذاك مالك يرجع ذاك يصلي مالك ما استنجد ذاك خبيث قاع ذاك ذاك الله شو قاع كان الله عز هو وجل قاع ذاك ينظر له مرة والله ما مولاته ينظر له. مرة مولاته مولاته. والله الا حق حد مشكله عن منين يعود انسان بلا ابو بلا عائله يعود يثبت راسه في شيء، يعود يدور يثبت هويته في حد يلصق في حد. هو ما شي من صحق حق اللي احنا شي من الفروخه ابوهم اصل هو اصل ما والله قال عينه منهم. حدثهم انت الاخناف، حدثهم عن الحريه اللي عندكم في مخيمات العز والكرم. يا قلي يا ابوك الحريه شوف نحن الصحراويين عشنا احرار وننكى عنا نعوش اذله وما نركع لحد، وكل مره نقولها في القاش نقولوا هارو فهم. والله كان ما هو الجدار العازل و20 كيلو متر من القنابل اللي الصحراويين كل مره كانوا ذيك الساعه يقلعوهم شوي شوي، ولا فوتوا خرق الحرب زادوهم امار. والله 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 كانوا ما هو القنابل اللي داير القدام والجدار اللي دخله طول، والعياش راه ينقسوه بلا سلاح. ياك تشوف المخزن مسكن مدفعه راه ينقسوه ما انا راه فدي له مدفع ايدينا بيض وذل مناش والله. يا قلي هذا اللي قاع ما وقع ما راه يسدد قاع شوراك ما راه يسدد. نعرف انت تبارك الله نعرف. والله يا كان ما هو يا كان ما هو جدار ذل العار اللي بانين الاسرائيليين وممول من امريكا ومن دول الخليجيه يا ذوك العياشه يا دنا ايه ما يخلق يسير قاع ابدا يا غير. الله بعد وين الله نقول لك ان شاء الله فتح قريب، وذاك الجدار ان شاء الله يدور تخلق فيه ثغره، ومن يدخلك فيه ثغره امنه ما يبقى مخيز وفمت ياه. والله والله ذاك مغرش لي هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ويوم من الايام ينفتح ذاك، ويوم من والله الايام والله تسمع بخباره. ان شاء الله يا رب ان شاء الله قريب ان شفت شاء الله. الطريقه العدل الفلسطينيين الشعب الحر العدل الاسرائيليين الاقوى جيش وش نقول له راه فتح لي مولانا الله ودخل عليها الكلاب. والله والله برافو عليهم والله، جزاك الله خيرا يا خنافع والله. ما يعني الحوش بيك شرفتك الله سياسه راي ما يوفقك انا ان شاء الله. راي ما انا اعرفها لا طلعت تسلم عليك وتو ايوه تعرف. ما فهم اشبه شيء من 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 التلقائي، حد يعود تلقائي اراك اذا اجبرت حد ايه اراك اذا اجبرت حد يعرف يقرا من العياشه ويعرف يكتب خلينا نصنتوا له ما ذاك الجهلاء لا تم قضى معنا. هو مش ولا الجهلاء او علمهم علمهم صدق عليهم مثقفين راهم مع صيدهم الكبير. شكرا والله نافع لك بيك وهلا الله يحفظك من غني بيك بيك والله ملح وسهلا والله جزاك الله خير غني بيك مرحبا غني بيك وسهلا والله عفوا كريم كريم وحلي او كريم وحلي تفضل الأخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام أنا ورحمة الله إنجليزي. تعالى وبركاته. تفضل أخ ما سمعنا. أنا مغربي يا أستاذ محمد، قلت لك أنا مغربي. ما سمعناك، ما عندك مشكلة في الصوت خويا. قلت لك أنا مغربي، أنا مغربي. لا درك نسمعوك، لأن نسمعوك، سماك الله. كريم. من منين في المغرب الأخ كريم؟ ها تزنيت تزنيت مرحبا تفضل تزنيت قرب تفضل الميم قول الميم تفضل. سؤال قلتي السؤال هو باش هي هو مغربية باش مغربية قبل 75. نعم
1975 هنا شفت الفيديوهات في يوتيوب قدام تاع محمد الخامس الله يرحمه. ارسلنا مرة أخرى، ارسلنا راه يمكن مشى عندك. شوف هنشوفه لربما يطلع. طلب مرة أخرى. تفضل أخ كريم، تفضل كريم، قلت تفضل. لك قلت لك دو كان دوز فاسمو فليزارشي ولقيت لي فيديو تاع محمد الخامين فليزاني سايكون 57 في الزياره ديالو للاقاليم الجنوبيه وخاصه الداخله. الداخله؟ ايوا والله القسم يا سي محمد والله القسم. لا تحشر. شوف شوف كريم، كريم شوف كريم كريم لا شوف، خلي 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 الله سبحانه وتعالى، خليه هو يتكلم. ايه ما تقسم، بس كل قسمت عاد الحساب عندك مع الله سبحانه وتعالى. تفضل. تقليد على راسي وربي شاهد عليا. نعرف نعرف محمد الخامس. محمد الخامس واش كانش من سأل؟ كان في الداخله، شاف شاف الداخله. مش هيحوت في الداخله. زياره ملكيه، زيارة ملكية في 57. كم كم إذا كان شي واحد عندك تما، إذا كان شي واحد عنده واتساب نصيفتها لي في الواتساب أقسم بالله. ولكن هيك الساعة فيها اسبانيا؟ لا ما فيها اسبانيا، مشات عنها هذيك الساعة. مشات عندها هذيك الساعة، جراو عليهم القبائل، قبائل كلشي تبع مراه، جراو عليهم جراو عليهم وعقبوا رجعوا. لشنو؟ منين مشى محمد الخامس رجعوا هما؟ لا ما رجعوش، ما رجعوش. الصحراء كانت خاوية وكان النزاع كانت خاوية، شفوي ما كانش ولا لا غير لا والو. وكان الغريب شنو عدل محمد الخامس هذيك الساعة منين مشى للداخلة؟ اش عدل في الداخلة؟ سيارة ملكية، سيارة ملكية. ايه غير الزيارة الملكية، اش عدل في الزيارة الملكية؟ كاينين على القبائل ديك الساعة تما، ما كانش الصحراء خاوية خاوية. ما كانت خاوية. انت بحرا قلت لنا كانت بحرا قلت لنا كانت خاوية. لا ما فيهاش، قلت لك اسبانيا ما فيهاش اسبانيا. ماشي خاوية من البشر، ما فيهاش خاوية استعمار. من اسبانيا. ايوا اسمو منين جا في الطيارة ولا جا في البر؟ لا لا ها بالموكب الرسمي، بالموكب الرسمي تاع صاحب الجلالة كما العادة. ايوا لا هو جا في الطيارة ولا في الماء في البر؟ لا في البر ولا جا في البابور؟ لا لا في البر. نعم سيدي داخل في البر، في البر بالموكب ديالو. ولكن هذيك الساعة كانت اسبانيا في اسمه، كانت اسبانيا في الصحراء الغربية هذيك الساعة. لا لا ما كانش. وبهذا هذا الشيء قبل المناسبة، هذا الشيء قبل ما يمشي القمر ولا من بعد ما مشى القمر؟ ولا القمر انا ما عارفش، انت جريني لا شتيه انت في القمر قول لي، انا ما شتوش القمر، شتو في الصحراء. راعي التصريحات قال لنا راه شافوه في القمر، انت مشى القمر هو. انا شفته في الداخله 1957. هو غير 57 هيك الساعه، 57 57 57 ايه، عام بعد الاستقلال. ايه عام بعد الاستقلال. ايه عام بعد الاستقلال. ايه ولكن انا ما زلت ما فهمت هو كيفاش مشى، هو من مشى بالموكب من الرباط الى الداخله، ولكن كانت اسبانيا في الطاح، كانت اسبانيا في العيون، كانت اسبانيا في الواطيه، في المرسى، كانت اسبانيا في بوجدور، كانت اسبانيا في الداخل. يعني ما فهمت كيفاش اسبانيا جمعات تقاش ديال ديك الساعه السي محمد رضا، جمعات الساق ديالها، جمعات تقاشر. ها لا هي كانت عندها تقاشر. كانت حاطها تقاشر تما، واللي كون ديالهم والشاب تاعهم
وجمعوا لا حول ولا قوة إلا بالله. حيث شكرا المقاومة خويا كريم، المغربية كانت قوية. شكرا خويا كريم، شكرا خويا كريم، شكرا. صافي راه فهمنا، صافي راه فهمنا، هاي الصحراء المغربية صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا محمد. مرحبا محمد وسهلا. معك من الجزائر. مرحبا وسهلا خويا محمد، مرحبا وسهلا. انا واش نقول لك، هذا واش هادهم يهضروا التاريخ ولا يهضروا باش يهضروا ولا تاريخ تاريخ اتكلم تاريخ. ما فهمناش على بالك، كاين حاجه نقولها لك، هادو المرار تاع ربي خلقهم باش يضحكونا، هذه هي. والله غير خلقهم ربي باش يضحكونا. انا راني زعفان من مرار كعبك. فاش انا خلينا نستوجي هذا ما كاين اللي يجاوبك، والله ما كاين. انت تهضر له هكا ويهضر هكا. اسمع يا اخي، التاريخ كيكون كاين تاريخ واحد باين على الاجماع، الناس قاعده تهضر عليه. الاخ محمد، الاخ محمد واحد من التعليق قال لك راه محمد الخامس جاب الفيلو. واحد قال لك راح للقمر. اسمع، راح زار زوحل، زار زوحل، زار زوحل وهبط، راح زار. تمسخروا بينا. اسمع، انا راني زعفان من حاجه برك. اسمع، هذه على بالي ما كاش اللي يجاوبك، نخرج لك على الموضوع برك، نخرج لك ورا. انا طلعت على بالك، حبيت تمنيت شي واحد يجاوب باش تبدل لنا حاجه جديده. ما كاش ما كاش. وكي يكون تاريخ يا اخي، تاريخ واحد قام متفقين عليه، قاعد يهضروا حاجه. لا لا لا، هما عندهم ما اصلا هذيك لامبريمونت عندهم خاسره، كانت هما. اسمع، يطلع واحد يهضر لك هضره، تقول له واش كانت مقبل، يقول لك حكايه، يجي الاخر يقول حكايه، يجي واحد الاخر يقول حكايه. واش من التاريخ هذا اللي عنده سيلي. كل واحد وحكايته. المهم هادو ما يجاوبوش وحده. انا اللي زعفان منهم في حاجه على بالي، الطاووس. الطاكوس، الطاكوس كنت ناكله يوم من هذه الضربه، وحسوا ما نيش ناكل على جالو. عفوا، حرمونا من الطاكوس على جالو، ما ناكلوش. والله الا ولينا خافوا، ولينا خافوا. الله يا المراركه، والله غير خلقهم ربي. اسمع يا محمد، والله غير خلقهم ربي باش يضحكونا. أنا معاهم صابرين وخلاص. ربي يكون معنا. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. ربي يكون معنا. شكرا ربي يعاونك. انا معك والصحراء العربية ان شاء الله. وما قالهمش ان شاء الله، ما قالهمش. الاخر قالوا جا نزيدوا، الاخر قالوا جا اطري، الاخر قالوا في البحر كاين. السلام عليكم، ربي يكون معك. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. وعليكم السلام، الله يسلمك. عفوا. ميم الصحراء، مرحبا وسهلا. مساء الخير يا كلوبات. مساء الخير، مرحبا وسهلا والله. ما عارف لو جاتني كم. انتم مازلتم مقومين فيلو محمد خامس هذا. هو اللي عاد بزاف من الناس. ما عرف يا كان جات البلده، انا جا في البحر، ما عرف الطريقه اللي مشى بها. شنو المهم، هو زار الدار. وفي الاخير جمعوا 19 هم ومشى. اضحك، طم عليه تخاسر هو. يا محمد انا رجعت كبت. كامل رجعتني كبت. تسموني لو عطلك عاود طلع بيطلع يضرب الاخبار بعد. الاخبار على التاريخ. هو استفدنا شي بعد على الاقل، الحمد لله علمنا عن محمد الخامس جد الدخل. امين ان شاء الله. بيكوار والله، بيكوار. مرحبا بسهلا والله يا جني بي. مرحبا بسهلا، مرحبا بسهلا والله. عفوا. الحمد لله. هذا متأكدين طبعا، هم راهم مصدقين على انه محمد الخامس كان في الداخل. يا لطيف يا لطيف. عبد المولد، عبد المولد تفضل. واسيرة والله ينعل القحبة تاع تمه، عوض القحبة الاخر الله ينعلبو في الوليد. هذاك الشيء اللي تعرف يا ولدي، هذاك الشيء اللي تعرف، راك متربي على يد هذيك اللي تتكلم. انت متربي على يد هذيك اللي توصف بها والدتي. انا والدتي اشرف حقيقة، اشرف مليون الف مرة من والدتك، لان والدتك ما رباتك الاحترام. سمعت يا ولدي،
والسب والشتم ما عنده ما يقدم لك ولا يأخر، هذا العكس إظهار على أنه ما عندكم حجة. وأنا متربي عليك، ما نرد عليك، أنا ما نرد عليك بنفس الكلام اللي تكلمت عنه. دافيد مرحبا وسهلا. إلى عاد لا السب لا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا تفضل. في داير هانية؟ والله اللي بخير الحمد لله ما شاء الله. منين؟ تفضل عرفنا بنفسك. عرفنا بنفسك. عز الدين، عز الدين من تيزنيت. تفضل لا خز الدين. الله يسلمك. كيفاش هاد قاعدين الصحراء يا بنت؟ انا نفهم دورت لنفهم اخويا كيفاش؟ اخويا عندنا سؤال وحنا محتاجين الجواب، هو اللي يقول عنها مغربيه قبل 75 يعطينا باش احنا نسولو على الحجج التاريخيه على مغربيه الصحراء قبل 75. تفضل. ما اسمح لي ما نقدرش نجاوبك هذاك السؤال، ما باقي ما زدت انا في هذاك التاريخ. غير تسميها مغربيه ولا غربيه؟ نعرف نعرف شويه، نعرف قريب لقليمي، نعرف عندي عمتي في قليمي داخله في العيون. غير تسميها مغربيه ولا غربيه؟ واش غنقول لك انت تعرف؟ لا لا انت انت مسولينك انت، خليني انا ما انا انا, ما. أنا سولتك انت تسميها مغربيه ولا غربيه؟ انا في داكشي اللي انا في داكشي اللي شت فاش ندوز في فمحيريش، راك عارف فمحيريش ودارك عارف بلا ما نقول لك. يبان لي كلشي مغربي، فهمت؟ ما يبانش ليا شي حاجه بلا. انت تسميها مغربيه؟ انا نسميها مغربيه. وانت بمحيريش وانت تحكم غربه بمحيريش تسميها انت مغربيه بمحيريش؟ لا ماشي بمحيريش، كاع عندك طنطان عندك كلشي، طلع الفوق كاع كلشي في كاين البراج ديال البوليس ديال الجمارك، ماشي شي حاجه اخرى. يعني مثلا راك الا مشيت لسبته، الا مشيت لسبته ولقيت البراج ديال الكوارديا سيفيل تعتبرها مغربيه ولا تعتبرها اسبانيا؟ سبته ومليليا هذيك بالصبرين هما اللي يحكموا فيها، ما كانش ليش نكذبوا على روسنا ولا لا؟ غار لا غار، منين تمشي لها انت، منين تمشي لها وتلقى الكوارديا سيفيل تتسميها مغربيه ولا اسبانيا؟ انا نسميها اسبانيا. اسبانيا انت بالنسبه لك سبته ما هي محتله؟ لا ما علاش محتله، هي تسمى محتله، علاش ما محتله؟ محتله ولا ما هي محتله؟ محتله ولكن الناس اللي فيها هم ما قايمين بشي. لا غير واش هي محتله واخا فيها اسبانيا، هي مغربيه ولا فيها اسبانيا صح؟ انت راك فاهم. والصحراء الغربيه منين كانت فيها اسبانيا سنه 1975 74 70 1970 كانت هيك الساعه مغربيه ولا اسبانيا؟ كذب عليك، باش نكذب عليك انت ما نقدرش نكذب، باش نقول لك انا ما عارفش، باش نقول لك نعرف ماني عارف. ماك عارف اوكي، وشكرا جزيلا على مداخلتك. شكرا على الله. مرحبا تحياتي. مرحبا. فريدم فاير، فريدم مرحبا وسهلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كريم من المغرب. مرحبا تفضل. تحيا الصحراء الغربية حرة مستقلة، ويحيا الشعب الصحراوي الحر الأبي، وإن شاء الله الفرج قريب على حسب المؤثرات الدولية. وبصفتي مغربي أعتذر من الشعب الصحراوي ومن كل أحرار العالم على ما جناه علينا هذا النظام اللعين في تجهيل وتفقير هذا الشعب وجعله فصيلة من الكائنات المسخ الزومبي، مجرد تبع، قوم تبع قطيع لا يفهم شيئا. يعني انت كمغربي، يعني انت كمغربي غير راضي على الطريقه اللي يتعامل بها الشعب المغربي مع هذه القضايا وهذا التخندق وهذا هو ضحيه التجهيل والتفقير والقمع، القمع المسلط. وهي غاديه هكذا منذ مدات ما يزيد عن 4 قرون، هاد
السلطة القرعاوية التي تسلطت على هذا الشعب هذا وأخضعته بالحديد والنار. عملت لماذا يعني لماذا يعني لماذا عند الشعب المغربي هذا التمسك بهذه مغربية الصحراء الوهمية، وهو لا توجد أي حجج ولا أدلة تاريخية على ذلك؟ الشعب المسكين لا يفقه شيء، انه هو ما غير تابع، ما فهمش حتى مفهوم الدوله عنده، ما في التباس وغموض، ما فهم لا مفهوم دوله ولا مفهوم نظام ولا مفهوم سياده ولا مفهوم استقلال ولا مفهوم حريه ولا مفهوم كرامه ولا مفهوم، حتى هذه المفاهيم ما كيعرفهاش كاع المعنى ديالها. فكيفاش غادي تنتظر منه غادي يفهم ما معنى المغرب بحد ذاته كمصطلح ولا كدولة ولا كمجرد قطيع راه دالع في هذه الزريبة كما سميتها انت، والاسم اسم ينطبق على وان كنت انا اقصد، لا اقصد الشعب المغربي، انا اقصد الطريقة اللي يتعامل بها النظام السياسي مع الشعب، لأنه كان يعطيه قيمة ويتعامل معهم كمواطنين، قد نقول بأنه ليست هناك زريبة، ولكن نشوف النظام السياسي يتعامل مع الشعب بهذه الطريقة، كيف المسيرة ركب الناس في الكاميونات وديهم مضحك عليهم، جمعهم الآن في مسيرة، ديهم للبرلمان قد وقفهم قدام السمو، جيبهم للتدشين الفلاني، جيب القطيع مشي يرسل مقدم الشيخ. هذاك طريقة التعامل اللي يعامل بها النظام السياسي هي اللي خلتني نسمي المغرب الزريبة. يرى في الحقيقة هذا الاسم ينطبق تماما على هذا، لأن هو معتقل في الهواء الطلق، في حارس مصالح الاستعمارية اللي هو هذا المقيم العام للفرنسي، أنا كنسميه لأن هو شخصيا عنده جنسية فرنسية، فكيفاش هاد المغاربة ما بغاوش يفهموا هذه القضية هذه؟ هو عنده جنسية فرنسية وأسرته كلها عندها جنسية فرنسية ومقيم في فرنسا ومقيم فرنسا ويشتري قصور في فرنسا ويعتقد في فرنسا، هو من أصول يهودية، من أصول يهودية، والنسب ديالهم راه يرجع لطومبوكتو ماشي حتى المغرب. وأنا كان لاحظت بأنك بعض المرات تقول بأنه جاءوا من الجزيرة العربية، هذا ما جاوش من الجزيرة العربية ولا حتى شي حاجة، ما نعرف كاع منين جايين أصلا، ما معروف لهم كاع منين جايين أصلا. هما عبيد البيوت، اليهود البريطانيين في طومبوكتو، جدهم سميتو العلج، وعاود غير الاسم ديالو عند استيلائه على منطقة سجيل ماسا، ثم راسو علي واطلقوا عليه علي الشريف، وتسلط على ديك المنطقة بقوة الحديد والنار، يعني بالإخضاع، وبالتالي سارت ومشات الأمور هكذا. اما هو ما هو مغربي ما حتى حاجه، ما عربي ما مسلم ما حتى شي حاجه، هو الان حافظ التلمود وما حافظش القران اكيد هذا. اما النظام هما يهود، الاسره كلها يهود، ما عندهمش علاقه لا بالاسلام ولا بالمغاربه ولا بالامازيغيه ولا حتى حاجه. جزاك الله خير لك، الله كريم، الله يجزاك الله. لا ما في مشكلة، غير باش نبينها هاد النقطات هادو نوضحهم. مرحبا بك، كثير كيعتقد بان راه هناك شعب فاهم وواعي، وانا نسبة الأمية راه كتعدى 60% في المغرب، طالع فكيفاش غادي تنتظر انت من شعب أمي جاهل غادي يفقه هاد الأمور هذه؟ راه مسكين مجرد قطيع يساق الى المدبأ الى المجزرة تابع. والله 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 جزاك الله خير الاخ كريم، شكرا جزيلا على مداخلتك، ربي يحفظك ان شاء الله. والله شكرا على العفو، والله والله مرحبا بك وسهلا، والله مرحبا بك وسهلا اخ كريم، شكرا، مرحبا وسهلا، العفو والله، شكرا والله. طبعا نذكروا الناس اللي يقولوا كلام ساقط في التعليق على انه راهو الحذف ينتظرهم، لانهم ما احترموا اللايف ولا احترموا الناس اللي معانا في اللايف، اللي بغى يستمع ويعبر عن رأيه مرحبا به، ولكن في حدود الاحترام، على الأقل الكلام الساقط ما يكون الإنسان يقوله، اللي يقولوا راه لا يحذف مباشرة.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليك؟ بخير بخير الحمد لله، ما شاء الله بخير الحمد لله. الله يسلمك. سؤال يا أستاذ محمد، لا عرفنا بنفسك جزاك الله خير. بسمحة من وجدة. سؤالنا هو اللي يقول على أن الصحراء مغربية قبل 75، يعطينا الحجج والأدلة على ذلك. أنا نعطيك سؤال آخر، سؤال استنكاري. الصحراء والصحراء الغربية قبل 75، أعطيني أدلة نتايا. خويا بسمحة، أنا ما طلعت الناس باش يطرحوا الأسئلة، أنا طلعت الناس باش يجاوبوا. اسمعني واسمعني اسمعني الله يخليك. شوف أنا سمعتك وأنت ما أنت ما قادر تسمعني. اسمعني يا أخي، أنا طرحت السؤال، عندك له الجواب تفضل، ما عندك له الجواب يا أخي خلينا نطلعوا حد ثاني. إذا كتعتبروا هذا جواب تقدر تجاوبني عليه، غادي تلقى الجواب ديالك اللي راك تدبر عليه. شكرا لك، شكرا لك. سؤال آخر، سؤال أخير الله يخليك. شكرا سي محمد الرابي. شكرا لك. الى ما كلي تفهمنا ينفهموك، لان نبقاو معاك اللي تفهم ان شاء الله، ما عندك حتى مشكل لا انت ولا غيرك، لا يتفهموا كاملين بالهداوه بشويش قالوا المصريين. انا يا ولدي راني المغرب حافظه كامل، وحافظ عقله وحافظ الطريقه باش يفكر، وهذاك المخزن اللي تتكلمت عنه، هذاك المخزن راني نعرفه شخص. الأخضر مرحبا وسهلا والله. جيزي مرحبا وسهلا. مرحبا بك محمد. مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. عاد طلعت لك لا كومبارتيريت، درت كومبارتير مع 15 رقاج ما طلعت لك. جاء واحد كاتب لي راهو خارج حد يبلوكيارينا، هما صحراويين أصدقائي قالوا عنهم خارج حد داير أمور دار لا يبلوكياري فيهم. اليوم بعد والله اليوم راعي عندي ذكاء. والله لا طالع الا انا ركت درت 15 كيسبي 15 مره كومبارتريتها مع ها صحراويين، ولا طلعت لك انا ما طلعت لك عني كومبارتريتها ب 15. اول مودراتور راعيهم ما فيهم مثلا هو انا هو شوف الطرفايه قال لي راهم يبلوكياروني، قال لي ما نقدر تقولها له، قال لي اطلع حق الله وقولها له راهم بلوكياروني، وقال واحد بلوكيار، قلت انا اطلع نقولها له. يعني عارف بعد هذو كاملين، هذو كاملين نغرش عليهم لي موديراتور. هو زين، هو بعد عندي الاصحاب قال لي راه بلوك يا راوي، يكون الى عاد فهم اختراق والله شيء، ماني عارف الى عاد فهم اختراق والله شيء. ما بعد مثلا هذو كاملين اللي طالع اللي بعد في لي موديراتور وكاملين يعني ما فيلو شيء. أو انا بعدين ندير شهر نعاودها 15 كومبارت بوي كومبارت. لا شوف انت المهم حاول الاسماء اللي عندك اكتبهم في التعاليق باش يشوفوا لي مودراتور اللي كانوا يقدروا يقروا عنهم البلوك. جزاك الله خير. الطرفايه راه قالها لي دركت يا وعدت نطلع شويه. ايه حاول انت تكتب كامل عبد الله يحب، جزاك الله خير، وتم كتبها في التعاليق باش لي مودراتور يقروا عنهم البلوك. جزاك الله خير. اوزين عافاك ونبيك عافاك. والله مرحبا بك، والله مرحبا وسهلا، والله يوني بيك، والله مرحبا وسهلا. إذا من فضلكم لا تتموا سمو تبلوكوا حد سمو لؤات الأطلس خروج عن النص يكبدك الحذف. إذا بماذا هي الصحراء المغربية؟ إلى حدود الآن لا يوجد مغربي واحد عنده الجواب، لا يوجد أحدهم عنده الجواب، لا جواب. مشكل وقع نهار طاح اللايف، ممكن خدم كل شيء ممكن، حق كل شيء ممكن طبعا، لان احنا ناخذ الحرب ليست حرب سهله طبعا، حرب الكترونيه كذلك، ولكن ما مشكل عادي جدا، هذا داخل في اطار المعاناة اليومية طبعا مع العياشة. السلام عليكم. أخت زاهرة. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. تسمعوا فيا مليح؟ نسمعك، نعم نسمعك تمام.
الأخت زاهرة من الجزائر. زاهرة من الجزائر. مرحبا وسهلا. شكرا. أنا حبيت من فضلك حبيت نقول للإخوان المغاربة اللي راهم في اللايف إذا نقدر نهضر معهم عندي 7 نقاط اللي نقولهم علاش إحنا في الجزائر والصحراويين تاني ما نتفهموش معكم، ما قدوش نتفهموا معكم باسكو كاين 7 أشياء، وعلاش تاني الصحراويين تاني باسكو الصحراويين عندهم نفس العقلية تاع الجزائر ما يقدوش يدخلوا معكم في حكم ذاتي ولا يقعدوا معكم. ثم استعمرتهم في 75 بصح ما نقدروش بصح ما يقدروش يقعدوا معكم في فرد في ان سول بي باسكو كاين 7 أشياء انا نقولهم بسرعة ما نطولش بزاف. النقطة الأولى هي ليداش. ليداش هو هذاك المؤشر التنمية البشرية، الاندكس دو ديفلوبمون هيومان. 123 من 189 دولة. هذه الحاجة هذه المعلومة تقدروا تلقاوها في الموقع تاع الأمم المتحدة، اسمها رقم 123. الثاني هو انكم عندكم 75 مليار دولار في تاع ديون خارجية. المغرب دائما هو يقترض، وحتى المدير ولا مديرة البنك النقد الدولي لافامي تجي للبرلمان تاعكم ويملوا عليكم سياسات داخلية كما هذيك تعتقد المثلية كما أصية هذيك الأسرة قانون الأسرة. كاين النقطة الثالثة هي الطقوس هذوك تاع تبوسوا اليد وتركعوا وتركعوا 3 مرات وتركعوا حتى الابن الملك، بس كنقولوا تركعوا الملك وتبوسوا له يده باسكو تحبوه، بس حتى انا شفت دي فيديو حتى ابنه كان في عمره 10 سنين جنرال يبوس له يده ويركع له. هذو اشياء ما تتقبلش ما يتقبلهاش الذهنيه الصحراويه ولا الذهنيه الجزائريه. اشياء اخرى كاين اشياء اخرى ثاني في النقطه الرابعه، اشياء اخرى كما البيدوفيليا كما السياحه الجنسيه، كاين بزاف حوايج ثاني ما يتقبلوش ما نقبلوهمش حنا. و سي بوغ سا ثاني حنا كيغلقوا الحدود الشعب حنا ماذا بينا الحدود تاعنا مغلوقين والعلاقات الدبلوماسيه مغلوقه. النقطه الخامسه هما هي كاين ديمقراطيه ما كاش ديمقراطيه، كاين حقوق الانسان منتهكه، كاين سجناء الراي، صحفيين في السجون، كاين ثاني كاين دي سكاندال اللي معروفين بهم في عالميا، صحافه عالميه تتكلم عليها كيما بيغاسوس كيما هذيك بيغاسوس كيما هذيك ثاني الرشوه تاع البرلمانيين الاوروبيين، يعني دي سكاندال معروفين عالميا. هذه في الناحيه السياسيه. كاين السادسه هي التطبيع تطبعته مع كيان محتل مغتصب لأرض يقتل في المسلمين، كيفاش راح نقبلوا حنا ولا صحراويين نقبلوا حاجه كما هذه؟ وزدتوا درتوا ملحقه عسكريه معاهم وديروا دفاع مشترك معاهم. كاينه النقطه السابعه اللي درتها هو الملك تاعكم من اغنى الملوك ومع افقر شعب. معليش كيكون ملك قطر غني بصح قطر يعيشوا مليح، بصح نتوما ملك غني بزاف كيفاش هذه؟ حنا ثاني في الجزائر مثلا راه ما قبلوهاش، الناس الاحرار هكا اللي في عقلهم لبس عليه ما يتقبلوش هذه الاشياء. وكاينه شيء ثاني حاجه اخرى، كيفاش نتوما الاراضي تاعكم اراضي مازالت محتله كما جزر كما سبته ومليليا كما كاين مذاق جبل طارق اللي ما تتحكموش فيه، وبتروحوا للصحراء وتحبوا تحتلوها وتحبوا تديوها وتحبوا يكونوا معاكم. هذه هي الأشياء اللي حبيت نقولهم. وشكرا شكرا سامحني بدأت طولت عليك. شكرا ما في مشكلة والله، شكرا جزيلا. مرحبا بسالة والله. مرحبا بسالة فادي جود فادي جود. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أخي الكريم. عليكم السلام. أخي الكريم، أود أن أسألك سؤالا لو تكرمت. هل ممكن تعرفنا بنفسك؟ جزاك الله خير. أنا اسمي فادي من فلسطين. مرحبا. وإن كان أن هنا أصلا اللقاء أصلا عن أن هذا المباشر ليس لطرح الأسئلة، ولكن ما هو مشكلة.
وإن كنت أعتقد على أنك لست فلسطيني. أخي أنا فلسطيني والحمد لله من رام الله. أوكي تفضل. أخي لا أعرف صحة الكلام، ولكن هل صحيح أن الجمهورية الصحراوية في إسبانيا صنفت المقاومة الفلسطينية بالإرهابية؟ جواب لو يا سمت. أخي يا أخي أنا لست ممثلا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هي هم 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 يسمونها البوليزاريو. إذا أردت أن نسمعك انتظر نسمعك الموقف الرسمي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نعم قلت لي عنك فلسطين ولكن رام الله. نعم صحيح، ولكن هل الجمهورية الصحراوية هي البوليزاريو أو تختلف؟ لحظة، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي دولة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب التي هي البوليزاريو. إذا نسياني. لا أقصد البوليزارو، هل هي نفسها المصطلح؟ نعم نفسه نعم. ولا تمام. ولكن ونفسه. ولكن نعم، ولكن يقولون في إسبانيا كان حوار في إسبانيا مؤتمر. إذا أردت أن تستمع إلى موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مما يحدث من فلسطين لا نسمعك يا أخي إذا تكرمت. نعم ياك مانك عجلة، لست مستعجلا؟ لا 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 لست في عجل في أمر، أنا أوكي. أستمع أوكي. هذا الرئيس إبراهيم غالي قبل يومين فقط إننا ونحن نشهد التطورات الخطيرة التي تعيشها فلسطين، لا يمكن إلا أن نجدد تضامن الشعب الصحراوي مع شقيقه الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. إذن هذا موقف نعم. الأمين العام نعم. للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب البوليزاريو نعم. رئيس نعم. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد نعم. ولكن يا أخي نحن كشعب فلسطيني نؤمن بدولة كاملة السيادة من النهر إلى البحر. يا أخي فادي ليست على حدود 67. يا أخي فادي أنا سألتك، أنت سألتني عن موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نعم. القضية نعم. الصحراوية وأنا نعم. أجبتك بفيديو نعم. ونشكرك على مداخلتك لأن هذا ليس موضوعنا. ولكن اسمح لي ولكن أنا سألتك ليس على شيء، أنا سألتك على المقاومة، هي صنفت شكرا مقاومة. شكرا لك. أنت لست فلسطيني ولكن ما هو مشكلة، أنا عرفت بأنك لست فلسطيني وأنا أجبتك بما تريد. لا هو ليس فلسطيني، أنا فلسطين رأي كنت فيها في 2009 أعرف عن نغمة الأهلية. لكن ليس هذا مهم، أنا يعود فلسطيني ولا ما يعود فلسطيني، هذا هو موقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من القضية الفلسطينية. سميرة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ياك الخير راضي، شحالك؟ الحمد لله بخير ولا خير الحمد لله. تبلوكيني يا خويا، انا شعدلت لك تبلوكيني يا لا ضحكت بلوكيتك. احنا قاع ما عرفناك يا اخي. لا ضحكت نشوفه بلوكيتني. انا بلوكيتك سبحان الله وانت طالعه سبحان الله. والله يا خويا اللي بلوكيتني في كومونتير لا ضحكت وبلوكاوني. انا والله قال لي ستيل وقال لي اسمعيني الله يطول اسمعيني شوفي انا نبلوكي انا ما نقلع ستيل وانا نبلوكي مباشره غير ما نبلوكي لا حد. اسمعيني نبلوكي حد قال كلام خاسر والله شخصا اللايف هذا نبلوكيه مباشرة. لأن عارفين بنفسك جزاك الله خيرا وتفضل. اللي لحد لا بحق سايت بلوكيه
شوفي نبلوكي حد يسب يقول كلام الشيء مع اكثرهم من المغاربه اللي انت حاطه صوره. وهذا فضاحة عليك وحده من عمك وتبلوكيها فضاحة عليك. خليني نكمل. الفضاحه هي حد يقول كلام خاسر. سمعت الفضاحه ما لنا لها سمعتي، والفضاحه ما لها ودورها، والفضاحه ما قد تجرينا عليها، والفضاحه هي اللي معروفة على الشرويطة اليوطي هاي اللي طارحة أنت علي. فضاحة عليك السيارة اللي تقولها. سمعت فضاحة عليك يا غاش يا غار، لما هم موضوعنا عارفين بنفسك. فضاحة عليك هاي راية شرف. عارفين بنفسك ما عندك مشكلة ودعت شرف ايش فارس شرف ايش شرف شرويطة اليوطي شرف شرويطة اليوطي ما هي شرف شرويطة اليوطي لا لليوطي ما هي للمغرب. لو كانت للمغرب قاعد نقد نتقبل منك على نهر المغرب يا غارب. ما يعود حد هون يجي يمثل نظام قذر، نظام احنا نعرفوه سابقك انت يا سمير، شت المخزن نعرفوه سابقك انت، ونعرفه مصارين المخزن وبطن المخزن وامعاء المخزن وذاك اللي واقع في المخزن نعرفوه سابقك انت. ولو كان المخزن بذي الصوره اللي انت بتقدميه لنا احنا اللي نقوله لك. احنا يا غير المخزن والله ما يسوى بصله واحده، ومحمد السادس والله ما يسوى بصله واحده، والله يا المخزن ما يسوى بصله، والله يا حد يخدم مع المخزن ويدافع عن المخزن حتى هو ما يسوى بصله، به اللي يدافع عن المجرمين. وانا طلعتك يا غير انا لا نبلوكي مباشره مع غير ما نقلع ستيلو ستيلو ما نقلعه يا غير ما نقلع ما نبلوكي حد الا اذا فعلا كان يستحق شيء. ما تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش انت عمي ما عندك ما يدار حاضي غير المغرب؟ ايوا انت اللي ما عندك ما يدار مقابلتيني انا، اما لو كان عندك ما يدار ما تجي عندي انا وهنا في اللايف. لو كان عندك شيء انت تعدليه ما تجي تقابليني انا في اللايف، خليني تقول تشوفيني انا بانني في اللايف. مساكين. سبحان الله. احمد تفضل. احمد تأخرت شوي. السلام. مرحبا وسهلا. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا. تفضل. تفضل. ما هو مسموع. رضوان تفضل. يمكن تتكلم على هذاك اللي ما رباك، لأنه لو كان رباك ما توصف الناس المحترمين بهذاك الوصف. جدال. جدال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت نسولك الأخ راضي، أشنو هو الوثائق الهوية ديالك؟ أشنو فيها؟ هوية من المريخ. عندي هوية المريخ. عندك شي من تبغى تعرسها لي؟ آخر شي نفكر فيه هو نتعرس بعياشية. آخر شي. ربما تعود عندك شي منت والله شي بايرة فما عندك في المغرب ولا شي. تعال عندي انا وراك ما قليت اجبر جوابك. بلال القلد تفضل. وعليكم السلام. مرحبا بسال تفضل. الحمد لله بخير الخير. تفضل. نتمنى انك تتواجد معايا وما تقطعش اللايف. انا ما نقول كلام شي ما نخسر معاك الهضره، نتواجد معاك باحترام. شوف الى خسرت الكلام، خسرت الا كلامك انت. انا ما نخسر الكلام لا معك ولا مع غيرك. غير تفضل عرفنا بنفسك. معك ايوب مغربي مقيم في برشلونه. مرحبا تفضل.
انا كنتبعك اخو محمد الراد مني كنت في المغرب تقدم النشر الاخبار. دخل خويا في الموضوع، دخل في الموضوع ما تتبعني. راح حتى محمد السادس، شوف راح حتى محمد السادس يتبعني. ما هذا مش هو الموضوع، الموضوع هو بماذا هي الصحراء المغربية قبل 75، هذا هو الموضوع. ما تتبعني ولا ما تتبعني، داك الشيء كامل ما عنده قيمة. المغرب الصحراء المغربية تبقى مغربية. انا نطرح عليك سؤال باش. شوف خويا ايوب، شوف خويا ايوب اسمع اسمع شوف اسمع 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 شوف اسمع انا طرحت عليك سؤال جاوبتني في كلمتين. انا قلت لك اعطيني الحجج الادله التاريخيه على ان الصحراء مغربيه قبل 75، هذا هو اللي سؤال. انا ما واش انا قلت لك اعطيني السؤال، السؤال ما عندي ما نعدل به، انا بغيت الجواب. شوف شوف الجواب انه في الجواب هو الجيش التحرير ديالنا فاش حرر الصحراء من الاسبان، فهمتي؟ عاد جات البوليزاريو، جات البوليزاريو هي جماعه مدعمه من الجزائر، فهمتي؟ رئيس الجزائر هو الفرق. لا عونك الله يعاونك. اش ما تخليناش دابا انت، فهمتي؟ هذا هو المشكل. اش ما نخليك معايا، اش نخليك معايا، ما نخليكم. شفت شت انا ما نخليكم، شت ديكتاتوري انا، شفت ما نخليكم. شو قلت لنا انت درك؟ شو قلت؟ اش قلت؟ شو عندك ما تقول؟ جيش تحرير، ما تجيش تحرير عندكم سبحان الله. تحرير عرب في الحريره، ارى التحرير تحرير خاصو الدي، خاصو الشهداء، خاصو الناس، خاصو فعل الناس اللي شجاعه، وخاصو شنو عندكم انتم؟ انتم اخر حد شي يتكلم عن التحرير، انتم ما قد حررتوا اصلا، ما عندكم شهيد، ما عندكم معركة، ما تتحاركوا، ما تدافعوا على أرضكم، ما تسموا أنت كل منكم راه شي في إسبانيا، شي في المريخ، شي في التحرير حقهم ولا التحرير ما شاء الله لا يحر محرحرين هم ما شاء الله. يا مرحبا محمد، مرحبا وسهلا سيد محمد، ما شاء الله. مرحبا وسهلا والله سيد محمد، مرحبا وسهلا من موريتانيا محمد. والله مرحبا. هو عندما يطلع اي شخص يريد يطلع يقول لك انا لنحاورك باحترام، يمن عليك انه لا يمن عليك انه لا يحاورك باحترام. حق حق هذا يعني، يعني هذا حياتك انت الشخصيه، ما تمثل باي صله اذا كنت انت محترم والله مش محترم. زي ما يقول الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إجلاكم بل الله يمن عليكم أن هداه الإيمان. الله صدق الله. وما الواحد منهم يطلع عليه يقول لك أنا ليه ناقش باحترام، وبعدين يبدأ يسب يقول لك البوليزاريو والجزائر. هذا هو اللي يعرفه. أما تعطيه تطرح عليه سؤال تقول له صحراء قبل 1975 كانت شو صحراء، يقول لك البوليزاريو والجزائر واحنا للصحراء مغربية. هذا هو اللي عنده، هو مدير راسه الصحراء مغربية، ما يعرف كيف يناقش، ما يعرف كيف يتكلم، شنو دليلك عن هذا، عن هذه الارض كان موجود فيها شعب وكان موجود عليها اناس هناك، هو ما يعرف هذا، هو يعرف فقط مدير راسه عاش الملك الصحراء مغربية. هو اللي يعرف، هو هو اللي يعرف. مشكلة والله، الملك عايش، ما يعرف كيف عايش وهو عايش. عفوا والله، مشكلة على انه هو ما عايش اصلا. والله هو مساكين، الله ان شاء الله يقلب عليهم قلبة خير. ما هم قبح الله الخير والله. انا بتحداهم اذا فيهم واحد الان يطلع ويناقش باحترام، انا مستعد اناقش معاه باحترام، ولكن يكون باحترام وبادب وكل شيء. اما اذا كان في سب والله في شتم خلاص، راح علينا نطلع، راح علينا نطلع واحد هون، راح نطلع واحد هون كاتب عاش الملك. شوفوا هذا عاش الملك شنبت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، عرفنا بنفسك جزاك الله خير. عبد الرحيم من المغرب. مرحبا عبد الرحيم، معك الأخ سيد محمد من موريتانيا. مرحبا، تفضل أخ سيد محمد. مرحبا الأخ. ما هو دليلك عن الصحراء مغربية؟ شنو هو دليلك؟ هل كان هناك شعب مغربي يسكن في الصحراء؟ طبعا لا يوجد شعب. هناك قبل
1975 لا يوجد شعب مغربي هناك على الصحراء، ولكن بعد انتم مستوطنين، انتم مستوطنين في الصحراء، انتم مستوطنين مثل ما اليهود مستوطنين في فلسطين، انتم مستوطنين ايضا في ارض الصحراء. فهمت؟ ها تفضل قول. واش فهمتينا المعلم؟ الو نسمع فيك، نسمع فيك. الو قبل 95 اي عائله كانت موجوده هناك مغربيه؟ ما هي العائله كانت موجوده هناك مغربيه؟ عائله واحده فقط لا توجد. عائله العلويين كانت موجوده في الصحراء. العلويين لا توجد عائله اسمها العلويين في الصحراء. علاش انت تقول ما كايناش؟ كاينه. لا لا لا, لا, لا. العلويين، العلويين الملك، الملك المغرب وحاشيته هم العلويين، موجودين في المغرب لا يوجدون في الصحراء. لا اولا وبعد كل شيء هنا افريقيا كلها ديالنا. ديان ياكو شنو ديالكو؟ ديالكو تو قاع بلاد ديالنا. ياك سمع قلت لك انتم مستوطنين في الصحراء الغربيه، انتم مستوطنين وعليكم الرحيل من الصحراء الغربيه. المغاربة مستوطنين في الصحراء الغربية، احتلوا الصحراء الغربية ومستوطنين هنا. احنا الصحراء مغربية، كل اللي ساكن في الصحراء الغربية هو أتى من إسبانيا ومن السبتة ومليليا، وبعدين رحلوكم من السبتة ومليليا وأتيتم للصحراء الغربية، وبعدين تقولوا الصحراء مغربية. لا الصحراء، قولوا الصحراء بوليزاريو أو الصحراء تابعة للصحراويين أنفسهم، أما تقول الصحراء مغربية هذا مرفوض تماما، لأنكم ما هون دليل أنكم أن هناك مغربي كان يسكن في الصحراء الغربية، ولكن أنتم مستوطنين. نقول لك واحد مغربي مسكين ما يعرف، ما يعرف حاله، يعرف شنو. تفضل عبد الرحيم، تفضل عبد الرحيم راهو يطرح عليك السؤال. هذا مسكين ما عنده الريزو كاع عندي انا، ما جيت معليش وقت الراضي يا اخو محمد. ايوا ما عندك الريزو، انت راك في حضاره القرن 12 قرن ولا اسمه، ما عندكم الريزو. معليش يا محمد هو يا والله محمد ما عندهم اي دليل. لا واحد من برشلونه، نطلعنا واحد من يونس من برشلونه نشوفوا ربما نجيبوا عنده الجواب. يونس تفضل. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. تحيه لك خي محمد. تحيه متبادله، مرحبا. الله يحفظك. عرفنا بنفسك، جزاك الله خير. معك يوسف من الريف، عايش في اسبانيا. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. هو هذا ريفي حر، هذا ريفي حر، مرحبا وسهلا. ريفي حر مرحبا به، مرحبا به، ولكن يعرف كل المغاربه عن الصحراء ليست مغربيه، هذا علي من يعرفه. بس ما نقول لك لا اله الا الله، احنا نشوفه غاب العين وسكت. اسمع نقول لك نبقى ما يعجبك الناس راهي عارفه الحقيقه، هذاك الشعب كله اللي مساكن العياش هم اللي والله بلاد معيش وفهمتي. لا اله الا بلاد معايش وصافي في ديك البلاد، غير مساكن على هذا الجهل. الاخ يوسف لا حول ولا قوه الا بالله، ندم مغرب، ندم سمح في بلاده، سمح والدي، سمع عدي يجي يقول لك عاش ما عاش، عاش عاش عايش عايش انت بعد الاول، بعد يجي يهضر معايا يقول لي تعيش انت. والله يسكن، والله ان شاء الله يعطيهم، والله اللي ما خلق يا اخو يعطيهم. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. والله مشكور خويا يوسف على مداخلتك خويا، وشكرا لك على الكيست ومره اخرى. عفوا مرحبا بك وسهلا. عفوا الله، مرحبا وسهلا، الله مرحبا بك، شكرا وسهلا. عفوا الله. او هذا سيدي محمد لما ظني عن جبرنا حد ذاك هو، نشوفه نشوف ما هو المساكين تعب تعب والله، ما عندهم لا اي دليل عن الصحراء. شوفوا الاخت ناديه، شوف اخت ناديه
شوفوا الأخت نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت نادية من المغرب. مرحبا، تفضلي الأخت. مرحبا بالشعب الجزائري. معك سيد محمد من موريتانيا. معك أتان طوري طوري. معك سيد محمد من موريتانيا، ومعك محمد راضي الليلي من الصحراء الغربية. الأخت رانك من المغرب، تفضلي الأخت. تقريبا ما عنديش فكرة كبيرة بكوني عايشة خارج من المغرب 30 سنة. موريتانيا ممكن دولة، موريتانيا أكيد دولة. موريتانيا الأخ انت لا تقولي ممكن، لا تقولي ممكن، أكيد فيك هناك حررنا موريتانيا، حررنا حتى المغرب حررناها، وحررنا أيضا موريتانيا من المستعمر الفرنسي. وموريتانيا لعلمك لا تقولي ممكن، قولي أكيد. موريتانيا لعلمك بأنها تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معترفة بها رسميا. أنا الوقت اللي قلت أنا قبل ما نقول لك، الوقت اللي سمعتك الأخ قلتي نطلعوا على القوس مغاربة وتنتمنوا يكونوا تهضروا باحترام. أكيد أنا طالع دابا وبغيت نهضر باحترام وتنمثل كل مغربي محترم. الوقت اللي قلت أنا ممكن، أنا ماشي قصت ممكن في المعرفة ديالي، أنا في معرفتي على موريتانيا، أنا ماشي قصت موريتانيا. ما هو مشكلة، ما هو مشكلة. السؤال اللي بغيت نجاوب، ما هو مشكلة. احنا شوفي الأخت نادية، شوفي باغا نجاوب عليها خويا. احنا شوفي اسمعيني الله يطول عمرك. شوفي احنا عندنا السؤال لنا تقريبا 7 أشهر وحنا طارحين. احنا أي مغربي أو مغربية يقول عن الصحراء مغربية قبل 75 يعطينا الحجج والأدلة على ذلك. هذا هو السؤال، هذا هو موضوعنا. والحجج والأدلة اوكي، انا غادي نجاوب، ماشي غادي نجاوب بالجواب. انا من الناس اللي كانوا عايشين وقت المسيره الخضراء، الوقت اللي في 75 فاش مشات المسيره. اوكي كنت طفله، انا ما نقدرش نجاوبك على هاد السؤال. مي راه ما يمكنش. احنا كما قال الاخ دابا، الاخ اللي من موريتانيا قال انتم مستوطنين الصحراء بحال استيطان اليهود في فلسطين. ما يمكنش تكون هذا المغرب. سيدي محمد راك ممكن تتدخل طبعا. ما يمكنش المغرب كدولة. انا رمت انا مغربية ومغربية حرة، وما نبغيش بلادي تكون مستوطنة شي بلاد، بالعكس ما نبغيش. والجزائر وموريتانيا وانتم كلكم يعني بكل احتراماتي لكم وانتم اخوتنا، مي راه ما يمكنش شي دوله تقوم غير اوكي. وخلي واسمح لي، خلينا نشوفوا الاخ سيد محمد. شوفي انا نتكلموا على قبل 75 كان هناك يوجد شعب، كان يوجد هناك مواطنين يسكنون في هذه الارض على الصحراء. وهذا المواطنين انتظري، وهذا المواطنين يوجدون في الصحراء هم اصلا صحراويين من أهل الصحراء، يتكلمون باللغة الحسانية، ولديهم ثقافة خاصة، ولديهم يعني عادات وتقاليد بعيدة عن عادات المغرب وتقاليد المغرب، ولديهم سياسة خاصة بهم. لذا هم شعب خاص ولديهم يعني سياستهم الخاصة وأمة أخرى. قليلة المعرفة أنا في هذا السؤال، قليلة المعرفة. غير شوف الأخت نادية اسمحي لي. نعم سيدي. شوف الأخت نادية، لما نقول مستوطنين مغاربة احنا عارفين ايش قلنا مستوطنين مغاربة. شوفي أول مجيء المغاربة لأرض الصحراء الغربية هو سنة 1975 في هذاك الحدث اللي قلت انت المسيرة. قبلها ما كانوا المغاربة في الصحراء الغربية، ما كان قبر مغربي قبل 75 في الصحراء الغربية، ما كان شي طنجاوي جاي من طنجة يقول لك أنا ماشي نبحث على جدي في الصحراء الغربية ميت في 70 ولا في 60 ولا في 40. لا يوجد أي مغربي قبل 75 في الصحراء الغربية. شكون اللي جابهم؟ أوكي أنا غادي نمشي لك لواحد جهة أخرى. أنا رترجع وتنقول لك أنا قليلة المعرفة في التاريخ، في تاريخي في هذا. مي أنا 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 مغربية وأنا مع المغرب. حتى إلا كان الناس عندها ذو حق. يا الأخت، يا الأخت نادية شوف. نعم يا الأخت نادية شوفي. هي قالت مع المغرب. هي قالت أنها كانت موجودة 1995 كانت عايشة. نعرف. كانت هناك تعيش.
لا نعم. شوف لا نعم. شوف يا الأخت الأخ يا الأخت نادية يا الأخت نادية شوفي أنت ما أنت مغربية تحبي وطنك أكيد أكيد الإنسان اللي في الصحراء الغربية من حقه يحب وطنه ويدافع عنه الأخ الموريتاني من حقه يدافع على أرضه موريتانيا ويدافع عن أرضه ويدافع عن ثقافته حنا لما نتكلم عن موضوع الصحراء الغربية حنا نقول لكم أنتم كمغاربة أول مجيلكم للصحراء الغربية إيش من سنة واش انا راه انا تنهضر معاك غير بال غير تنهضر معاك انا غير بالمنطق انا ما تنهضر معاك بالتشي تنهضر انا غير بالمنطق تنقول انا لو هاد الملك ديالي الحسن الثاني رحمه الله اللي غادي ينوض ويقوم بمسيرة خضراء ويمشي هاد الشعب كله باش باش يحروا هذيك الارض غير يا الاخت نادية يا الاخت يا الاخت نادية انا راه تنهضر معاك وحنا قلنا لك عن هذه الارض الا كانت مغربية من زمان علاش مشيتوا لها في 75 علاش مشيتوا تدافعوا عنها في 75 اسمعيني يا اخت انا اشرح لك هذو درك اللي تشوفي كاملين في الصحراء الغربيه هذو اللي هما مستوطنين اللي جاي من مراكش اللي جاي من اسفي اللي جاي من الشماعيه اللي جاي من طنجه اللي جاي من اصيله اللي جاي من وجده اللي جاي من فقيق اللي جاي من بوعرفه هذو كاملين جايين لهذه الارض لا من عند 75 الى هذيك ليست ارضهم بغيتي تفهمني بالله هذيك الارض حنا دخلنا لقينا ما لقينا فيها لا 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 البشريه لا والو حنا دخلنا لقينا غير غير التراب غير الرمال ودخلنا ومشاو الناس من الشماعيه ومن من من ومشاو يا كيف كيف انتم وجدتم قدامكم شي من الخلق ما وجدتم كثير من البيت صار امامكم كيف هذا لا يعقل غير طلعت انا الكوس ديالكم مع كل احتراماتي لكم باش نبين لك بالله راه كاينه مغربيه محترمه قابله للنقاش ولو انا ورانا كنت المغربيه الوحيد اللي في هذا اللايف المغربيه الوحيد طلعنا كم من حد مغربي كاملين شي يسب وشي يسب وش يقول كلام الساقط لا 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 وانت الوحيد الا جيتي تشوف راه كل انتوما اللي صحاب تتفهموا في هذا الشيء ديال انا ككوني في هذه البلاد اللي هي المانيا علاش المانيا تسنت 89 عاد حرات الشرقيه عاد خلات وهي على مدار السنين تتقول الشعب ديالها اللي في تيدخلوا من الشرقيه تيدخلوا هربانين علاش هي تسنات من 48 كيفاش تسنات منها علاش تسنات من غير اسمها هي كانت واش كانت اسمها المانيا الشرقيه ولا كانت اسمها بلغاريا وردوها المانيا لا 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 ما تنهضروش حنا بالبلغاريا خلينا انا تنهضر معاك هضر معايا كيف ما تنهضر ايوا سمعيني شوفي انت قلتي شوف قلتي المانيا الشرقيه شوفي قلتي المانيا شوفي المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه هذيك المانيا راه انقسمت على اثنين هذا راه اسمها الصحراء الغربيه هذا راه ما اسمها الصحراء المغربيه راه انت تدخلي دراك الان تليفونك اللي رافده في يديك اللي تتكلمين معنا به تمشي لجوجل وتشوفي الخريطه الدوليه المعتمده ما تلقاي فيها الصحراء هاي المغربيه تلقاي فيها الصحراء الغربيه هذه الاخت يا الاخت ها يا الاخت ناديه احنا بغينا نتكلموا معاكم بالعقل ما بغينا نتكلم معاكم بالعاطفه بس بالعاطفه انا ما نقدر نمثل عمرني ما نقدر نمثل بلادي ولا شعبي ولا مالكي باش نهضر انا في هذا الموضوع انا غير طلعت عندكم باش نقول لكم راه كاينين مغاربه محترمين وتيهضروا وتيسمعوا وتيديروا مي حنا عندنا شوفي شوفي في في واحد في المية أو 2% مغاربة محترم واحد في المية أما البقية وللأسف الشديد غير محترم ولا يعرف كيف يناقش للأسف لا لا ما تبقاش تعمم ما تبقاش يطلع تعمم فقط يسب يطلع فقط يسب الناس ويطلع فقط يعمل أعمال تنسمع اللايفات وتنسمع السب والقاد الله يخليك احنا دابا تنهضروا وتندويو وتنقول لك وترجع تنقول لك انا مات انا بلادي فيها مالكها وفيها شعبها اللي غادي يدافع على الصحراء يدافع على الصحراء ديالي وتنشكركم بزاف اسيدي تنشكركم بزاف ايوا غير محمد السادس راه معترف الملك ديالكم الملك ديالكم ما يدافع عن القضيه الصحراء يتاجر بالقضيه الصحراء فهمتي يتاجر بالقضيه الصحراء ويتاجر بالشعب الصحراوي
على مستوى المجتمع الدولي. أنا الوقت اللي طلعت طلعت باحترام وتنهضر معك باحترام، وأنا دابا مرأة، أنا دابا مرأة نادية، وما خسرت هضرة، ما خسرت والو، وما وتنتمنى ما تقول لي كاع الملك ديالي واش تيدير ولا تيدير ولا تيدير. انت هضرتي سالتي سؤال انا جاوبتك. اختي ناديه شوفي، اختي ناديه شوف شوف شوفي اختي ناديه شوفي، انت اللي قلتي لنا، انت قلتي لنا الملك يدافع عن هذه الصحراء، احنا ما تكلمنا على الملك، انت دخلتي الملك. منين دخلتي الملك؟ واسمعني واسمعني، انت من دخلتي الملك قلتي لي اسمعني واش انت قلت لك انا ما تنمثلش، انا راه الدوله ديالي عندها شعب. سمعيني الله يطول عمرك، سمعيني شوف، هي اللي غادي تهضر في هذا الموضوع. واسمعيني الله يطول عمرك، راه ماشي انا تنسمعك السيدي. انت قلتي ان الملك يدافع عن الصحراء، حنا قلنا لك عن محمد السادس في يناير 2017 صادر ظهير ملكي، هو صادره في الجريده الرسميه، فيها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. انا ما عارفاش هادشي اللي تقول عليه، ما عارفاش ما شفتوش. انا ترجع وتنقول لك رجعت في الاول تنقول لكم انا معرفتي قليله، مي انا غير تنرجع وتنقول لك لو 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 المرحوم الحسن الثاني ما كانت عنده الشك انه الصحراء ماشي مغربيه، ما يمكنش يغامر بالشعب ديالو ويدير. سبحان الله، وقولي للحسن الثاني، قولي للحسن الثاني رحمه الله، رحمه الله، قال الحسن الثاني قسم الصحراء الغربيه مع موريتانيا. ما غاديش شوف، غادي نرجع ونقول لك الموضوع اللي ما يكونش عندي فيه واحد. هي قلتي لي الصحراء، هي قلتي لي شوف، هي قلتي لي جاوبك عليه، هي قلتي لي شوف، هي قلتي لي الصحراء مغربيه، عارف الحسن الثاني بانها الصحراء مغربيه اكيد صح. اكيد، ولكن سبحان الله هو ادى المسيره وقسم الصحراء الغربيه مع موريتانيا، راعي الموريتاني سيد محمد راهو معانا من موريتانيا اللي نس صح يا كموريتان صح يا سيد محمد. بعدين يقول لك الصحراء مغربية، وبعدين يقول لك موريتانيا مغربية والجزائر مغربية وليبيا مغربية، وبعدين كله كلام، هذا كله كلام. لا 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 لا، الجزائر إن شاء الله جزائر دولة جزائرية بحال المغرب بحال تونس بحال ليبيا. الصحراء دولة، الصحراء دولة، الصحراء دولة، حتى الدولة الصحراوية راهي دولة. يمكن شوفي انا لحد هذا شوفي يا الاخت ناديه، شوفي يا الاخت ناديه، شوفي يا الاخت ناديه، شوف الحسن الثاني لما سير ما يسمى بالمسيره الخضراء اقتسم الصحراء الغربيه مع موريتانيا واعطاهم واد الذهب، هذه الداخله واو سرد والقرقرات وكش كامل اعطاه موريتان، وظلت فيه موريتان اربع سنوات. واللي دافع عن هذيك واد الذهب، اللي دافع عنها هم الصحراويين، الجيش الشعبي الصحراوي هو اللي يحمل السلاح باش يدافع على هذيك الارض، ما هو الجيش المغربي، ما هو الجيش الملكي، ما هو الحسن الثاني. ما الحسن الثاني عطاها لموريتانيا وظلت فيها موريتانيا اربع سنوات، ولما غادرتها بفعل المعارك اللي كانت تخوضها مع الجيش الشعبي الصحراوي. وإلا كانت اختي هذه مغربيه وهو يقسمها على هواه ويعطي منها الثلث من هون والربع من هون والثمن من هون، راه هذا ضد المنطق يا اختي ناديه. اذا انا منين انا عندي داري، انا عندي الدار ديالي اللي ساكنه فيها ملكي، انا اللي عندي الحق، عندي الحق نقسم. اذا لما كنتش انا ما عنديش احساس ام انا صاحبه ملك، عمرني ما نفكر نبدا نقسم. ويا اختي ناديه هذه راهي ارض ماشي ارض الحسن الثاني، انتم الا كانت ارض المغاربه يعني ما هي ارض الحسن الثاني يقسمها ويعطيها للدول. واش لقيتي انت الجزائر تعطي الارض للدول الاخرى؟ واش لقيتي تونس تعطي الاراضي للناس؟ واش لقيتي فلسطين تعطي الاراضي لفلسطين لاسرائيل؟ يا اختي تم شويه من المنطق، راه هذا التاريخ ضدكم. واش هذه لو كانت اقرب شيء، اقرب شيء يقدم الدعاوى المغاربه، اقرب شيء يقدم الدعاوى المغاربه هو ان اسبانيا مغربيه، هو اقرب شيء، اقرب شيء ان المغاربه يقدم الدعاوى ان اسبانيا مغربيه. اذا قال المغاربه، اذا قال المغاربه ان اسبانيا مغربيه نحن معه، ما يقول الصحراء مغربيه فهذا مرفوض. تقول اسبانيا مغربيه نحن معكم، اما تقول الصحراء مغربيه نحن لسنا معكم. شكرا 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 لكم كاملين، والله يجزاكم الله خيرا كاملين. السلام عليكم، شكرا، مرحبا بك، مرحبا بك محمد، مرحبا بك والله سيد محمد، مرحبا بك والله، شكرا والله، جزاكم الله خير.
طبعا دائما الحق راه هو باين، دائما الحق باين واضح. دكتور تارا مرحبا وسهلا. سارة نورا سارة نورا تفضلي. سارة تفضلي. خالد لاغ خالد لاغ أو خالد ياغ تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله ما شاء الله. تقول أخي في الصحراء ماشي مغربية. خويا عرفنا بنفسك جزاك الله خير. راك عرفني خالد، راك عرفني من المغرب والصحراء مغربية والصحراء مغربية وتبقى مغربية وعاشت الصحراء وعاش المغرب. عاش 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 ساكن شعب العاش زين ومرحبا مساكن فاضل سكور. خلوا شوية هذيك عاش على جنب عاش. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد صاري بخير. ما شاء الله بخير الحمد لله. ما طاري بس بخير الحمد لله ما شاء الله. نسمعك شوية ضعيف تفضل. مرحبا وسهلا دراك. لا نسمعك. اسمعني دراك. نسمعك مرحبا وسهلا. بخير بك. مداخلة ديالي انا المداخلة ديالي انا عرفنا بنف جزاك الله خير. مغربي الفاضل سميتي مغربي غير من سكان واد نون. سميتي هذه ماني عارف هي سميتي انت فتا طلعت معنا ذاك النهار ياك. لا اول خطره نطلع معك انا. لا اول مره نشوف. وانا عاد نوجهك انت قلت لي صحراوي مغربي يا قلت لي مغربي ماني صحراوي ايش بغيت توجهي انا. انا غير جيت. لا لا انت لا لا انت قلت عنك صحراوي مغربي. قلت لك انا من سكان واد نون ما نعرف كاني محسوب على الصحراء ولا على المغرب. هو تفضل يلا ياك بعد. انت قلت واحد السؤال قلت يا سيدي باش الصحراء مغربية قبل 75 وانا اللي نطرح عليك واحد السؤال. هما الصحراء قبل 95 كانوا فيها لها كانوا فيها الصحراء. شوف خويا فاضل شوف خويا فاضل الانسان اللي يقول لي انا اللي نطرح السؤال نعرفوا عن ما عنده جواب. لا وانا غير شوف انا شوف اسمع اسمع شوف واشوف انا سمعتك شفت نفس الموضوع يعني في نفس شوف الموضوع. سبحان ما كاين الا نفس الموضوع للشيء. انا مين تقول لي هذا التليفون لي نقول لك فعلا هذا التليفون لي راعي فاكتوره. انا قلت لكم سؤال بسيط جدا. شوف بس سؤال بسيط جدا تناوبوا هون المغاربه والمغربيات ما فيهم حد عنده جواب. انا اسالك اعطيني جواب على مغربيه الصحراء بالحجج والوثائق اللي تدل على انها مغربيه قبل 75. اما تطرح لي سؤال قبل 75 شوف قبل 75 الصحراء كانوا فيها لها كانوا فيها الصحراويين يا فهم يا غير هل كانت عندهم علاقه بالمغرب ولا ما كان. هذا هو اللي بغيت نعرف انا. ما هي قبل 75 انا شوف انا ما تفلسف عليا انا ما تفلسف انا شوف انا عندي شوف سبحان الله شوف راه الناس هذه 354 راهم يصنتوا لك راهم يشوفوا واش ذا اللي تقول لهم صحيح وعنده منطق ولا لا الكلام. انا قلت لك اعطيني بماذا هي مغربيه قبل 75. اعطيني يا اخي من الساعه اللي جات الكره الارضيه الى 75 اعطيني باش هي مغربيه وباش هي صحراويه. لا صافي وشفت راه السؤال في سؤال. والله الله يعاونك السؤال اللي طرحت انا. والله يعاونك الله يعاونك شفت ما عندك الجواب بس صحراوية. السلام عليكم سرادي. وعليكم السلام مرحبا. كيف الحال؟ بخير الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله أخي الحمد لله. مرحبا أهلا. معك يعني مواطن مغربي مقيم بالديار الأوروبية. سمك الله جزاك إذا سمحت. سمك الله سمعت. ما اسمك من فضلك؟ عبدو. عبدو مرحبا تفضل. تفضل. شكرا خويا. السؤال ديالك السرادي كان هو سؤال هو بماذا هي مغربية قبل 75. بالنسبة لي يعني ومن المنظور ديالي الشخصي
أنه من قبل 1975 كانوا فيها قبائل صحراوية اللي أصلا في الأصل كانوا كيبيعوا يعني الدولة العلوية أو المغربية آنذاك. أوكي لحظة بفضلك. مرحبا أخي الرضا. مرحبا. أولا البيع لا يعتد بها في القانون الدولي، ما عندها حتى قيمة في القانون الدولي. هذا كان عرف في المغرب. ولحظة أنا ما قلت لك لا عرف ولا ما تعرف هذاك الشيء، فهمت يا أخي؟ عندكم عرف أنتم مزجوا تبايعوا وتطيحوا. واسمح لي خليني نكمل. أنا سمعتك تخليني أسمع. اسمح لي خذ راحتك. أنا أسألك عن الصحراء الغربية، أنتم في المغرب يا أخي تبايعوا حفل الولاء البلاء هذاك الشيء، إحنا ما يتعلق بنا. أنا أسألك عن الحجج التاريخية، البيع لا يعترف بها القانون الدولي، البيع شابه هذا الادعاء اللي انت تقول شابه الحسن الثاني المحكمة لاهاي، هو موريتانيا مشات موريتانيا والمغرب وتقدموا الى محكمة لاهاي وجابوا الوثائق وكذا والمحامين وكذا وصاوبوا المعدل المقال ودفعوه لمحكمة لاهاي. قالت المحكمة لاهاي لا وجود لأي روابط قانونية بين المغرب والصحراء الغربية وبين موريتانيا والصحراء الغربية. انا اسالك على شنو الحجج الاخرى، اما البيع لا يعتد بها في القانون الدولي. وخاص الراضي يمكن لي نجاوب دابا؟ تفضل. ربي يخليك. محكمه الله يعني في المقررات ديالها قررت انه يعني ابتداء من 1975 راه شفت المقررات ديال محكمه الله. الاشكال والغريب في الامر انه هذا محكمه الله رغم القرارات اللي خرجت بها انذاك الا وانه ما دارتش ما طبقت حتى شي قرار على ارض الواقع باش انه فعلا هذا الرقعه محكمه لاهاي. اسمح لي الاخ عبد الشوف، محكمه لاهاي حكمها حكم استشاري ما عنده حتى قوه قانونيه. لكن من هو المنفذ لهذا الحكم؟ من سينفذ؟ قلنا لك حكم استشاري. واش فهمت حكم استشاري ولا ما فهمت؟ ولكن هانت اسمح لي، احنا عندنا حكم استشاري اوكي من بعد الحكم الاستشاري ماذا شنو من بعد الحكم الاستشاري ديال المحكمه؟ القضيه اين توجد اليوم؟ القضيه اين توجد عند محكمه لاهاي ولا عند الامم المتحده؟ عند الامم المتحده اتفق معك. اوكي وعند شمن لجنه؟ نعم شمن لجنه في الامم المتحده؟ سي محمد انا لست بخبير سياسي يعني. اوكي ماني خبير تدخل. لا عتمانك خبير، احنا ما خبراء، احنا فقط نتعلم. توجد عند اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار، ومخرج لها لجنه، خرج لها البعثه الامميه لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه. ايه شنو؟ والله ما كانش في بالي والله العظيم، هذه قلت لك صراحه ما ماليش. توجد عند اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار في الصحراء الغربيه. هذه معلومه يعني مزيان، شكرا. لان الاقليم الوحيد في العالم في افريقيا الذي لم يقرر بعد مصيره، لانه في السبعينات. لان نقول لك علاش، لان اسبانيا منين احتلت الصحراء الغربيه مده 92 سنه قبل ان تغادر مين مشى الحسن الثاني محكمه لاهاي، الأمم المتحدة ماذا قالت؟ قالت يجب إفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى العيون المحتلة. وشاءت لجنة تقصي الحقائق إلى العيون المحتلة، واستقبلتها الجماهير الصحراوية بالأعلام الوطنية الصحراوية وبشعارات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذاب، لأن آنذاك تأسست البوليساريو قبل سنة وعدلت تقريرها والتقات مع الصحراويين وقالت إن هذا الشعب يجب أن يقرر مصيره، وقامت بعملية إحصائه، وهو لسينس، وهو الإحصاء الإسباني. وبعد ذلك مشى الحسن الثاني ووضع اتفاقية من يعلم بأن إسبانيا ستغادر أرض الصحراء الغربية، ستسلمها لأنها مفروض عليها من طرف الأمم المتحدة أن تغادرها. مشى وقع اتفاقية مدريد الثلاثية بين موريتانيا وبين إسبانيا وبينه الثلاثي، واقتسموا بها الصحراء الغربية. وادي الذهب أعطاه لموريتانيا، والساقية الحمراء احتفظ بها لنفسه، وسيارة ما يسمى بالمسيرة. هذه المسيرة لم تدخل الصحراء الغربية، هذه المسيرة مشات فقط إلى منطقة الطاح وراء عادت أدراجها. وموريتانيا أعطاها الحسن الثاني وادي الذهب. وطرفايا ما راحوش؟ طرفايا ما محسوباش على الصحراء، مروا من الطرفايا وذهبوا إلى الطرفايا ياك توصل الطاح.
والترفايه محسوبه على الصحراء ولا لا؟ الحدود ديال الصحراء دابا المزعومه الغربيه يا اخي، انا تسولني انا على الحدود، انا اسالك عن مشكله انت ما عارفش حتى لا وانت ما راك حتى عارف. انا نقول لك على انه اذا كانت، شوف انا سالتك عندك الحجج يعني نورني علمني، خليني نكمل لك يا اخي، هو نورك خليني نكمل لك. يلا سير. هذه اللي تقول انت صحراء مغربيه، لو كانت مغربيه لماذا يقتسمها الحسن الثاني مع موريتانيا سنه 1976؟ لا شوف اسمح لي، انا ما انا دابا حاليا قلت لي ولا علاش اقتسمها الحسن الثاني في السنه ديال 76؟ يعني الظروف السياسيه اللي كانت انذاك، كانوا ملزمين الدولتين بجوج، سواء المغرب من جهته وموريتانيا من جهتها، انهم يخضعوا لهذا الاتفاق باش يقسموها. من بعد 4 سنين يا موريتانيا يا واخدين نكمل. شوف من بعد 4 سنين موريتانيا تنزلت باش ان واش هي تورطه، واش هي تورطه يقتسمها جياع؟ ليس بالجياع، ارض راه ارض شعب، هذه راه ارض شعب. فينا هو الشعب؟ الاشكال فينا هو هذا الشعب؟ علاش هذا الشعب حاليا هذا الشعب اللي يتكلم معاك؟ هذا الشعب شوف هذا الشعب اللي انت بغيت تنفيه واللي بغى ينفيه الحسن الثاني. انا ما نفيش والله سر راضي والله ما نفيش، ولكن اسمح لي لا اسمح لي هذا الشعب. شوف ما تقولش ما نفيش هذا الشعب، وشوف هذا الشعب اللي انتم تبغوا تنفوه. لا يا صاحبي ما تقولش هكا، انا ما نفيش. خليني يا اخي نتكلم يا اخي بالعكس، انا ما نفيش. خليني نتكلم واسكت لي نكمل كلامي. انا راسي على راسي وعليا جميع الشعوب. وانت شكون انت تنفيه؟ انت راك ما عندك ما تنفيه. انا ما نفيش يا صاحبي، انا ما نفيش. انت الحسن الثاني الذي انفاه الحسن الثاني. انا ما نقولش الحسن الثاني نفسه. لا انت قلت لنا فينا هو هذا الشعب، هو هذا الشعب يا اخي. رانا قلت لك عدد الكره، الأمم المتحدة أرسلت لجنة تقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية والتقت بالشعب الصحراوي، ما التقت بالشعب المغربي، التقت بالشعب الصحراوي وسألت الشعب الصحراوي واش أنت بغيت تقرر مصيرك أم لا. قال أنا أريد تقرير المصير. بمن تتشبث؟ قال ما أنا أتشبث بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وذ الذهب اللي هي البوليزارو، هي ممثلي الشرعي والوحيد. وياك مشى لك شي اللي بعد اللي ذكرت لك المسيرة اقتسام مع موريتانيا ومن بعد دخل في حرب. شكون اللي دخل الحرب ضد موريتانيا باش يحرر وادي الذهب؟ الجيش الملكي. الجيش الملكي كان في الصحراء الغربي، كان في الصحراء الحمراء. غتقول لي الجبهة الشعبية وكذا ياك؟ الجبهة الشعبية ياك السرادي؟ لماذا اقتسم الحسن الثاني الصحراء الغربية إذا كانت هي مغربية مع موريتانيا؟ راه قلت لك أنا ذاك كان لازم عليه، يعني كان من المفروض ليس غير عليه هو، على موريتانيا وعلى المغرب أنهم يخضعوا لهذا التقسيم. أنت ما تقبلتيش، قلت لي ما راهيش تورطة. حنا ما نهضروش في التورطة، حنا كنحاولوا نهضروا في هذا وجهة نظر ديالي ما تقبلهاش. هذا هو الاشكال. الله وجهة نظرك انت هو. ها انت اسمعني يعني، انا نعطيك يعني واحد منظور اخر. فرنسا فرنسا عندها ارض، فرنسا ارضها تقسمها مع اسبانيا، تقول لها شوفي ان الفروض القطردية والدولية والكذا هكي تقضي. احنا ما نهضروش على فرنسا، نص فرنسا ما نهضروش على فرنسا. لا عونك خويا، لا عونك. شوف الله ينعل الزم لبوك. يلا الله يعاونك. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. هذا هو هذه هي تربية العيشة. شفتوا سمعتي يا نادية المغربية، سمعي يا نادية المغربية، شفتي التربية؟ تبارك الله، شفتي التربية؟ وهذه هي التربية اللي تكلمنا عنها، شفتي الحجة والدليل؟ شفتي؟ وحنا ما نقولوا ذاك الكلام، باسكو عندنا من الحجج التاريخية الذي يغنينا على أننا نقولوا كلام كلام ساقط. هذه هي حجة المخزن. المخزن حجته هو السب والشد. من يتحاصروا بالتاريخ وتحاصروا بالواقع وتحاصروا بالمنطق يمشي لك لكلام ساقط ظنا منه بأنه، لأنه خصو يفرغ، مسكين خصو يفرغ. هذه داخلة في سيكولوجية المخزن. سيكولوجية المخزن مبنية على هذا الشيء. سيكولوجية المخزن مبنية على أنه يفرغ في الصحراويين حينما يعني يشتد عليه الحال، يبقى
يمشي يشتري الدرون ويشتري الى لقى اي سلاح ثاني في العالم، وحتى وان كان عنده الشعب جائع، يعني اذا كان عنده الشعب جائع يموت يفضل يمشي يشتري سلاح متطور بملايير الدولارات باش يقتل شعب باش يقلع من ارضه، في مقابل انه في بدل على انه يمشي يهتم بشعبه. وبالتالي أن يتأكد أي حد يتابع هذه اللايفات على أن لا شرعية لتواجد المغرب في الصحراء الغربي أبدا. تفضلي الأخت سارة. سارة نورة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمح لي كنسع لك الكرافات هذا الاخبار حسب من ديك الترابولي على عوقك دابا. اسمح لي باي باي عاش الملك. مسكينه برافو عليك راك صاير الصحراء راهي مغربيه صح تهني. شفتوا نوعيه الاجوبه هما مساكن. الاخت ساره الكرافاطه ما تجيبيها مع من كرش امك. منين تجي من كرش امك تجي عريان، تجي عريان، تجي جيعان وعطشان وعريان، ومن بعد القيمة اللي تكتسبها من أدبك وأخلاقك وكذا. جامي اللباس يعطيك القيمة، والله المال اللي عندك يعطيك القيمة، والله القصر اللي سكنت فيه راه يعطيك القيمة. لا، ممكن تسكن في خيمة وانت أحسن من شخص ساكن في القصر. يعني أنا نطلع لك في التيك توك ربما قيمتي أحسن من أنني نطلع لك من التلفزيون المغربي. سمعتي يا بنتي؟ ولكن انتم عندكم المعايير مقلوبة، لأن كل شيء تقيموه ماديا. إحنا ما نقيمه ماديا حياتنا، للعكس حياتنا نقيمها بمعنى بالمعنى. إحنا لا عاد عندنا رصيد معنوي أفضلنا من رصيد المادي. أنا هذا الشخص اللي أنت جيت تتكلمي لي على الكرافطة، لو كنت بغيت نكون اليوم ملياردير حدا محمد السادس عندي الخيار. أنا الآن محمد السادس يشريني بالملاير، ولكن أنت ما عارفك قاع أصلا أما محمد السادس يطلب رأسي أنا والله يطلب يعطيني الجزرة يقول لي تعال نعطيك مليار وسكت. ولكن أنا ما نبيع نفسي بمليار وما نبيع نفسي بمليارين ولا بعشرة الملايير، لأن قيمتي ليست في المليار ولا المليارين، وليست قيمتي في الجرافاطة، وليست قيمتي في التلفزيون، قيمتي عندي أنا شخصيا. سمعتي يا بنتي؟ وهذا هو اللي ما قد يستطيع يفهمه أي حد. عاش الملك. عاش الملك. ساكن حسن طويل. حسن تفضل. حسن تفضل. تحياتي لك والله. مرحبا وسهلا. حكوني أو تفضل. تفضل. ما هو ضار كبسوا من فضلكم، كبسوا سو التكبيس ضعيف شوي. السلام عليكم خويا سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت غير نسلم عليك خويا عزيز عليا، أحبك في الله. مرحبا أحبك الله. ونفع المباشر. أحبك الله. الله ينصر كلمة الحق. نتمنى لكل الخير خويا. جزاك الله خيرا. ممكن تعرفنا بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك خويا سي محمد. رشيد من بلجيكا. تحياتي لك. مرحبا وسهلا. بارك الله فيك. والله شكرا جزيلا. الله يعاونك سي محمد. تحياتي لك. امين ان شاء الله. تحياتي لك. مرحبا وسهلا. سلام خويا. شكرا جزيلا. سلام. السلام. مرحبا. السلام. مرحبا وسهلا. فريد المواطن الريفي الحر. فؤاد مرحبا وسهلا. فؤاد مرحبا وسهلا. اسمح لي اخويا نسمعك فؤاد. الله نسمعك اخويا محمد. انا فؤاد من المانيا. اشكرك جزيل الشكر، ولكن الجبناء الذين يدخلون معك الاخ محمد والله فضيحه التاريخ. والله ما عمرني شفنا جبناء مغاربه باش يهضروا على حقوقهم وما كيهضروا على الصحراء اللي ماشي هي ليهم.
هذه هي المشكلة أخويا، كيجيو كيزبلو كيسبو وتلقاه عايش في الكاريان وكيشرب الخبز واتاي وكيعبد العبودية من غير الله من غير السجادة ويأتي ويقول لك الصحراء مغربية. أعطيني الأدلة بأنها الصحراء مغربية. نحن نعرف ب 75 ما عندهاش الحل ما عندهاش الجواب، لو كان الجواب لما كان عند الأخ محمد. أعطيني الجواب 75 واش كانت الصحراء مغربية؟ لن تكون مغربية ولن تكون كانت احتلال من المغرب، كانت احتلال من إسبانيا. لو كانت مغربية كانت إسبانيا وليست مغربية. أما هاد الجبناء الذين يدخلون معك يا أخي يموتون في الجوع، راك تشوف نضروا على الزلازل اللي وقع مساكنهم في الخيام صافي طواو الصفحة، الزلازل اللي في الجبال كيموتوا بالبرد. هضروا على حقوقكم على مستقبلكم استرجاع الثروات اطلاق الابرياء اللي في السجون. خليكم الصحراء، الصحراء رجال عليكم والجزائريون رجال عليكم وانتم الا عبيد وستبقون الا عبيد حتى الاخر. 60 سنه انا كنقول لك هضر لي على الديكتاتوريه العلويه اش دار لكم في المغرب. خلتكم الخبز واتاي والجحيم والاغتصابات الضنيه اللي كيعفوا عليه ما عمرني جبتوه بان 11 طفل اغتصبهم الكويتي المغتصبين المجرمون القتلة مع امريكا تهضر عليهم كتهضر على الصحراء. باش يجي الديكتاتور يقول لك روح جيب لي الصحراء هضر لي على الصحراء ويخليك كرشك كتموت بالجوع. انتم جبناء وستبقون جبناء والله العظيم. الدول العربية والعالمية تضحك على هذا العبيد الذين يعبدون الله يعصبهم مسخره. الله والله ما شفت أخويا بشر مثل هذا المغاربة الذين يدخلون معك ويتحدثون عن الصحراء المغربية. ابعدوا عن الصحراء، الصحراء ليست لكم، الصحراء لأهلها. كلوا شوفوا وجبوا الخبز ديالكم والخيرات ديالكم هذا المجرم اللي كاينها بكم في الثروات. ثم بغيتوش توعوا بغيتوش تهضروا على أرض الواقع أش بدك في الصحراء، الصحراء بعيدة عليك. هضر على الثروات اللي كاينة عندك ثم اللي حدينا الآن باش تجيب باش تعيش ولادك ودير مستقبل ودير تحسين وضعية ومستشفيات اللي الناس تسجنوا مئات السنين على هذا المستشفى وتحسين الوضعية. أين أنتم وأين تعيشون؟ أكبر جبناء في تاريخ الدول العربية هي الشعب المذلول، الشعب المغربي اللي ما زال كيركع لهذا المجرم السادس. تحيات أخويا، تحياتي لك والله. أنا كحرق لي الرسمي كشوف الأخ محمد، أنا كحرق لي الرسمي كشوفها كيدخلوا الوحوش وليس بشر. أنا ما عمرنيش الجبناء كيدخلوا معاك كيهضروا بشي طريقة يعني ليست لائقة. شكرا لأخوك عبروا عن ثقافتهم وتربيتهم يعني بهذه الثقافة ما كانش في الدول العربية ولا في العالمية. هذه الثقافة همجية ومتخلفة يعني قال لك يخلي كرشو جيعانة ويعيش مع الفيران والطبط ويجي يقول لك الصحراء مغربية. أولا هضر على ذلك الطبط باش تحيدها باش تعيش حتى أنت كمواطن وليس كعبيد. شكرا الأخ محمد، شكرا الله يطولك. ما تحياتي لك والله. غربية وليست مغربية من أين أتتكم؟ شكرا أخ، الله يطولك. شكرا والله، جزاك الله خير. تحياتي لك والله. مع السلامة والله. مرحبا وسهلا والله. مرحبا 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 وسهلا الأخ فؤاد من الريد. أحمد السلام عليكم. أحمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا محمد. مرحبا وسهلا. حالك لباس؟ ما شاء الله. يا جدي خير. الله ينصرك يا خي. الله ينصرك. إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. معك أحمد صحراء. معك أحمد صحراوي حر. بخير طبعا. سمعت. ورانا مترحمين عليها مرحمين عليها والشهداء اللي توفوا البارح. معك حاجة أمين إن شاء الله. أمين إن شاء الله. امين ان شاء الله. ساكن راك عارف ساكن العياش ساكن راك عارف الله غال كله يقرا بالزريبه كله يقرا بالزريبه يقول لك انا قاري ايش قاري قاري ذاك شي قاري قاري تاكوس هذي قارين هما مساكين ينصرك ينصرك خو محمد تحيه لك تحيه الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه وحب من احب وكره وعاصمتها لعيون والله وينصرك خويا محمد والله وخيرت والله. مرحبا وسهلا مرحبتي بك وسهلا مرحبا وسهلا ساكن مساكن الله يفرج عليكم ساكن ومرض الله يعين ساكن ومرض خاصهم يقصوا عكاشه الدواء تعرفوا لا عكاشه والله عكاشه راهم فيها لا مراقب لا مراقب عكاشه مساكن راهم خاصو يبدلوا الفيزيبلات والله
مرحبا ما طوعك خو محمد مرحبا بك خو مرحبا مرحبا بك سمع الله مرحبا والله عبدال السلام عليكم عبدال تفضل عليكم السلام ورحمة الله السلام خويا لاباس مرحبا وسهلا لاباس الحمد لله بغيت نقول زعما على صحاب الدليل الايام عرفنا بنفسك جزاك الله خير الايام بس كنا نسمعوك ضعيف نسمعوك ضعيف شوي لا كتسمع عندك شوية برد اي عطا صبرت بغيت نقول لك على السؤال عرفنا بنفسك جزاك الله خير ما فتنا عرفناك عبد الرحمن مرحبا تفضل ليام المرابطين الموحدين السعديين هذه المناطق ماشي 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 على حسابهم على حساب المغرب المرابطين منين جايين خويا المهم ما عليناش العلويين كاع منين جاوا هما حتى هما جاوا من العربي ولا الصحراوي اللي كاينين تما ديك الغربيه منين جايين ماشي امازيغين هما حتى جاوا حتى هما جاوا من سوريا والسعودي ما عليناش اللي جاو ماشي بلاصه راه كلشي بنادم كلشي بنادم شنو كلشي بنادم زعما كيمشي كيمشي ويجي يمشي ويجي ماشي مشكل داكشي المرابطين ديال جاو من السنغال من موريتانيا دابا الموحدين منين جايين جايين من الاطلس السعديين لا من لا فالي دو درا ماشي الدليل هذا ما هو الدليل لا نقول لك علاه شوف الشعب الصحراوي قضى 92 عام وهو هو يقاوم الاستعمار الاسباني لو كان هو جزء منكم لو كان هذا الشعب الصحراوي منكم من ناس سوس والله من دكالة والله من عبدة والله من زايان والله من كذا شنو خاصكم تقوموا به واش خاصكم تمشوا تدافعوا معاه وتعاونوه باش يتحرر ولا تتفرجوا فيه لا لا ما لا لا ما نخرجوهم ولكن لا 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 ما يخرجوه ولكن خصهم يكونوا مغاربة أنا ما واش المغرب جاء عليهم هما اللي مشاو لتندو ولكن هي هاد المناطق هذيك الصحراء الغربية قبل جاو من اسبانيا فوق جا اسبانيا جاو 1884 ياك تمام هي قبل راه ماشي ديال اسبانيا اسبانيا غير دارت الاستعمار بحال دارت المغرب مع دارت فرنسا مع جيت يعني المغرب هي قبل 8 قبل 1884 المغرب هي هي ولكن هاد المناطق ولكن باش بالمغرب باش للمغرب واش كاين شي سلطان باش للمغرب هي شوف هذاك الصحراء الغربيه قبل واش كان تما شي سلطان كان تما شي داروا شي لاموني عندهم شي تامبر عندهم شي لا ما عندهم ما عندهم والو دونك يعني السلطان كان عندكم انتوما العمله كانت عندكم انتوما هما ما عندهم العمله لا ايه ولكن المغرب المغرب من الادريسيين ديما كاين الحكم ديما ولكن دا كان الحكم بار اكزامبل بحال لي تيريتوار راه كيتبعوا على حساب واش غنقول لك خويا حتى انت ما عندك دليل ما انا علاه حنا عندنا الدليل حنا لو كان عندنا كاع الدليل لاباس لا ما كاينش دليل هو لك الدليل عطيتك انا الدليل هيستوريك لي بروف هيستوريك الموحدين المرابطين السعديين وقيل ولكن هذا الشيء اللي قدمت لي خاصك تعطيه لسمو خاصك تعطيه لمحمد السادس اشنو هذا الشيء هاد الحجاج كاملين لا نعطيك انت اللي لا 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 تعطيهم محمد السادس لا غير باش تحلوا المشكله باش تعطيهم محمد السادس ويديهم الامم المتحده يحل المشكل بلس المشكل ديال الصحراء واش فهمت باش ننتظرك هذا الشيء اللي عندك من حجاج يكون مفيد لبلادك تحل به هذه المشكله نهائيا هي تديهم محمد السادس ومحمد السادس يعطيهم البوريطة بوريطة يعطيهم لهم رايلاف أمر هلال يعطيهم الأمم المتحدة أمم المتحدة تجي للشعب الصحراوي تقول له يلا الله يعاونك صاف حل المشكل وأنا المهم خويا أنا كنحترم بواحد يعطي البوان دو في ديالو أنا ما كنسب
الله يعاونك اخويا. الله يعاونك خويا. الله يعاونك. الله يعاونك. ولكن ما تنسى، ولكن ما تمس... ما 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 تنسى تمشي عند محمد السادس. انت في فرنسا يمكن ياك؟ وان فرنسا. انت من فرنسا راعي بيت سهون ولا قصر في الشانزليزي تمشي عنده فم راه قد يفتح لك ابو زعيطر فم ولا شي تلقاه فم حتى هو ولا شي ما تعرف. تحياتي لك. وعليكم السلام. كالعادة إذن حلقة كاملة مرت دون العثور على الجواب. المهم ما شاء الله طالله يعني أجوبة ما شاء الله أجوبة رائعة حقيقة. أنا مهم أن أنصحه أن يقدم هاي الأجوبة لمحمد السادس مباشرة باش محمد السادس يمشي بالعجلة يديها الأمم المتحدة ويحل هاي المشكلة نهائيا. بس هذا لاموني ما يخالق. شكرا جزيلا لكم كاملين. لا تنسوا أن هذه الحلقات تجدونها في القناة في اليوتيوب. البارحة نشرنا جزء من حلقة أول بارحة اللي كان فيها ياسر من السب والشتم وكذا. الليلة إن شاء الله نحاول نقدم لكم الجزء الثاني، وليبقوا حلقتين إن شاء الله في الانتظار. تحياتي لكم وإلى اللقاء أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا. شكرا جعفر، شكرا لكل المشاهدين. مرحبا وسهلا والله.